السلام عليكم. عيد اليمنيين بهجة مسروقة، هذه اللافتة التي تبدو في ملامح اليمنيين وفي عيونهم أيضا، الملامح التي تكابر من أجل انتزاع ما تيسر من بهجة في بلد غلبه الأسى والمرح الجريح، بلد أقل ما يقال عنه إن فرحته وبهجته باتت تحت الأنقاض في ظل سلطة ما يسمى بالأمر الواقع التي حولت يوميات الشعب إلى جمر واقع ومدامع لا تتوقف بالنسبة للذين فقدوا ذويهم تحت التراب أو خلف القضبان. يوميات عيدية ليست على ما يرام بالنسبة للمواطن الذي ينام على ألم ولا يستيقظ على بهجة، إلا على هيئة بهجة مسروقة وواقع ممزق أشبه بالعملة النقدية التي مزقها التلف والمجهود الحربي. لا فرح يطل من النوافذ، ولا مرح في عيون أطفال المدن والقرى، ولا ألعاب في أيادي الأطفال الذين فقدوا عائلهم بفعل الانقلاب والحرب. حتى البالونات الملونة لم تعد ذات بريق في الشوارع كما كانت تسر الناظرين، وخصوصا شوارع المدن المحاصرة التي تحضر فيها بقايا القذائف والخراب أكثر من حضور البهجة العيدية. المتاعب الاقتصادية كانت الحاضر الرئيس في يوميات العيد الذي يقول متابعون إنه من أكثر الأعياد ضائقة مالية، خصوصا في ظل الانهيار الاقتصادي في زمن الميليشيا الانقلابية. فالطاقة الشرائية للأسرة انخفضت أكثر من أي عام مضى نتيجة انخفاض دخل الأسرة ذات الدخل الحر، أو تلك الأسر التي تعيش على راتب تعرض لمقص الميليشيا، والبعض توقفت رواتبهم لأسباب تتعلق بمزاج الرقيب الأعلى لدوائر الانقلاب. مشاهدينا الكرام، بعد كل عام وأنتم بخير، نتحدث اليوم في المساء اليمني حول البهجة المسروقة في عيد اليمنيين. اسمحوا لي أن أرحب هنا بضيفي في الأستوديو، الأستاذة دانيا طاهر، مسؤولة الطالبات باتحاد الطلاب في تركيا. مساء الخير أستاذة دانيا، كل عام وأنت بخير. وكذلك الأستاذ زيد الشريف الناشط السياسي، مرحبا بك معنا زيد، وكل سنة وأنت بخير. كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. شكرا. خلونا بداية نشوف التقرير الذي حضر لأجل هذه الحلقة ونعود لبدء النقاش. مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بهجة المواطنين في هذا العيد يحاولون بقدر الامكان انه بما لديهم من شغف للعيش وقدرة على مقاومة اسباب الموت وصعوبات الحياة، يحرص اليمنيون على الابتهاج بعيدهم وان بفرحة منقوصة جراء الوضع الاقتصادي الصعب وما خلفته الحرب من اوجاع على حياتهم. رغم الظروف اللي تعيشها البلاد الاقتصادية والحروب، إلا أن فرحة العيد موجودة في ابتسامة كل المواطنين. المعاناة التي يعيشها سكان المدن المنكوبة بالحرب لا تخفى على أحد. تفاقم الوضع الإنساني أصبح كارثيا في بعض المدن كتعز والحديدة. صح في حزن في كل بيت، في من فقد أخوه، في من فقد أمه، في من فقد أب، أخ، أي سواء من أي فرد من العائلة، بس مع هذا كلهم متعايشين وناسين وعادي ومستمرين يعني. إلا أن اليمنيين ولسان حالهم من لم تقتله الحرب قتلته آثارها المميتة، فأوجه عسر الحال تضيق فتسرق عليهم مباهج العيد، بدءا من اتساع رقعة البطالة والارتفاع المتسارع للأسعار وأزمة السيولة التي تعصف بالاقتصاد اليمني والتي تسببت بتأخير رواتب الكثير من موظفي القطاع العام، وهو ما يلقي بظلاله السيئة على يوميات العيد. الشعب اليمني أصبحت الآن يعني مرتفعة جدا بسبب استيلاء الميليشيات على الوضع، على البنك المركزي والهيمنة على الوضع الاقتصادي في الجمهورية بشكل عام. أصبحت يعني النسبة الشرائية للمواطن أصبحت قليلة جدا. أجواء العيد في الأسواق التي شهدت حركة الحياة ومفردات البيع والشراء والزيارات بين الأسر، يحرص فيها اليمنيون على الحفاظ على أبجديات العيد المتعارف عليها. نقضي العيد في زيارة الأهل والأصدقاء وكما هي العادة، وفي المناسبات في اليمن رغم المصاعب التي يعانيها اليمن والمشاق والألم الذي يعتصر الجميع، إلا أننا نحاول أن نصنع البسمة في شفاه الأطفال. ورغم الفقدان تمضي الحياة لتنتصر على آلة الموت التي وجهتها الميليشيا الإنقلابية إلى حياة اليمنيين ومدنهم، لتؤكد أن منطق الحياة والسلام أعلى وأبقى من منطق دعاة الموت وتجار الحروب.
إذا دانيا وزيد، أكيد تابعتم تقرير وأنتم على اطلاع أكثر بما يحدث في اليمن من خلال التواصل بالأهل بطبيعة الحال. لو بدأت من عندك دانيا، كيف تتحدثين عن هذه البهجة المسروقة بتواصلك مع الأهل مع الأصدقاء في اليمن خلال هذا العيد؟ يعني رغم الظروف اللي اليمن تمر فيها حاليا، لأن الأهل والأصدقاء والأصحاب كلهم عايشين العيد، يعني مهما كانت الصعاب مهما كانت الظروف الناس عايشين حياتهم بطبيعة الحال، يعني معيدين يطلعوا ويخرجوا يتمشوا، يعني مهما صار، يعني مهما صار من مهما كان، يعني في حصار مهما كان في ضغوطات من سواء كان اقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار بسبب يعني الظروف الصعبة المحاطة بالإنسان اليمني، إلا أنهم عايشين حياتهم. هذا عادة ما يعرف عن الشعب اليمني أنه قادر على خلق الفرحة من أي ظرف يمر به. لكن لو يعني حددنا الحديث عن من توفي لهم أو استشهد لهم أحد أفراد الأسرة، من تم جرحه، من تم يعني فقد أحد أطرافه، أيضا من غيبتهم الميليشيا في السجون، كيف يمكن أن يعيشوا مثل هذه اللحظات؟ طبيعي في نوع من الحزن ما يزال موجود يعني في نفوس الأهالي والمقربين لهذا الشخص المفقود أو المستشهد، إلا أنه في طبيعة الحال ما زال يعني هناك أفراد آخرون في هذه العائلة، يعني أنهم عايشين مع بعض وضروري من خلق البسمة والفرحة لبقية الأفراد. يعني ما ذنب الأطفال أو بقية الأفراد يعني يعني أنه ما يخلقوش البسمة علشانهم، فطبيعي أنهم يخلقوا البسمة والفرحة علشان الأطفال الموجودين والأفراد الباقين الموجودين داخل البيت مهما كانت الظروف والصعاب. نعم. طيب زيد، يعني لو انتقلت معك يعني وبدأنا بالحديث تحديدا بحكم اطلاعك على ما يحدث في يعني جبهات القتال خاصة في منطقة نهم وغيرها، كيف نتحدث عن العيد في هذه المناطق؟ أولا نشكركم على الاستضافة، ثم من خلال هذه القناة الفاضلة سوف أجمل التهاني للشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك للأهل والأحبة ولجميع المتابعين في قناة بلقيس. من المحزن في الوضع والواقع اليمني أن نتكلم في يوم العيد عن الفرحة المسروقة التي يجب أن نحتفل بها اليوم. للأسف نحن نتكلم اليوم وهذا وضع فرض علينا عن مأساة يمنية وعن حزن يمني في يوم هو الأحرى بنا أن نحتفل فيه. البهجة اليمنية أستطيع أن أقول أنها غابت، لا أقول كليا وإنما غابت بشكل كبير في بين الأسر اليمنية وحضرت في الجبهات. الرجال في الجبهات المقاومين هم يبتهجون ويحتفلون بمقاومتهم، بل أن أسرهم أصبحت أوسع وأكبر، كل مقاوم لديه من الأخوة ومن الرجال حوله ما يشبه الأسرة الكبيرة في كل جبهات المقاومة، فهم يحتفلون ويفرحون ويبتهجون في يوم العيد، بل ويفتخرون بما يقدمونه من تضحيات من أجل هذا الوطن، فلهم التحية والإجلال، هم العيد وهم من يصنع عيدنا في المستقبل إن شاء الله. في المقابل هناك أسر نازحة لهؤلاء المقاومين، هي من تعاني من الفرحة المسروقة، هم من يعانون من المأساة. هناك أسر للشهداء، كان مثلا الشهيد هو العائلة الوحيدة للأسرة استشهد، وهذه الأمثلة موجودة بشكل كبير في اليمن. هناك أسر العائلة الوحيد لهم في السجن، هناك أسر كثيرة أصبحت ربما أختلف جزئيا أن الفرحة موجودة، بالعكس يوم العيد يكون هو يوم تذكر الحزن في بعض الأسر، خاصة الذين فقدوا عائلهم والذين فقدوا أو الأم التي تفقد أبنائها أو يعني بشكل عام من فقد صديق أو عزيز عليه يتذكره في يوم العيد، يتذكر لحظات العيد السابق ولحظات العيد هذا والفراق الذي حصل، فيكون يوم العيد هو تجديد للحزن وتجديد للمأساة الذي يعيشها الشعب اليمني. فكما قلت بداية، هذه المأساة التي تعيشها الأسر تنقلب كذلك على المقاومين في نفسياتهم. عندما أنا أقاوم أنا أبتهج بما أقدمه أنا، لكن في نفسي أسرتي التي في البيت تعاني وأقارب الذين في البيت يعانوا وأهل الذين في البيت يعانوا، فالحزن بشكل عام موجود مشترك. لكن أستطيع أن أقول أنهم المقاومون يبتهجون بمقاومتهم رغم الألم على الوضع اليمني،
والذي بسبب هذا الوضع هم يقاومون من أجل أن نخرج من هذا الوضع إن شاء الله. طيب دانيا، يعني كثير من يعني المعلومات التي تقول بأن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل كبير في اليمن، دراسات عديدة لأي وضع وصل إليه اليمنيون حاليا. يعني قبل أيام وضعنا حلقة عن الفقر والجهل في الحديدة كيف أدى إلى سوء التغذية، هناك أيضا نسبة عالية من الفقر في اليمنيين. كيف أثر المستوى الاقتصادي أو يعني الظرف الاقتصادي الذي يمر به اليمنيون على العيد، على مستوى شرائهم الملابس الجديدة، الأشياء البسيطة التي ربما كانت يعني جعلت العيد الحاجات اللي بوجودها نستشعر فرحة العيد، ولكن للأسف كثير من البيوت كما تفضل الأخ زيد نزحت، كثير من الأسر فقدت عائلها، كثير من الأسر تشرد واختلف وضعها. في الحقيقة أحيانا بعض الأسر قد لا يعني لقد لا تلتفت إلى هذه الأشياء يعني في الوضع الحالي. يعني الآن أصبح الوضع متدهور جدا، يعني وأصبحت بعض الأسر فقدت مطالبها أهم من نعم الأشياء يعني الشكلة. أصبحت العائل تبعهم يعني راح وخلص، يعني ما فيش حد معهم عائل يعني يعولهم أو مصدر رزق لهم، إما بحكم يعني فقدانهم يعني رب الأسرة أو يعني الجبروت الأعظم اللي يعني أخذ الممتلكات والأشياء الأخرى. في هذه الحالة أعتقد أنه يعني الأسر تلتفت إلى توفير أو تسعى إلى توفير يعني حتى وإن يعني ولو جزء بسيط من يعني فرحة العيد، وخصوصا فرحة الأطفال. يعني مهما كان الأطفال الكبار يعني ممكن أنهم يتحملوا يعني ويتناسوا نوعا من هذه الأشياء، لكن ضروري من خلق الأجواء للأطفال ويعني حتى يعني يجعلهم ينسون الوضع الذي هم يعني عايشين فيه حاليا. أعتقد أنه بعض الأسر طب يعني أنت تتكلمي عن الوضع اللي يفترض أن يكون، أنه يعني على الأقل الأطفال يفترض أن لا تسرق منهم هذه البهجة، ولكن ما هو حاصل الآن؟ أن هناك أسر لم تستطع أن توفر هذا الشيء اليسير لأطفالها. الأسر التي لا تستطيع أن توفر أعتقد أنه لا تستطيع أن تعمل شيء، يعني لأنه يعني ستظل مكتوفة اليدين، يعني لا يوجد لديها خيار آخر، لأنه هناك المشردين والنازحين فخسروا الكثير. يعني فأعتقد يعني أنه لا يوجد شيء يعني في مقابل أنهم يستطيعوا أن يعملوا للأطفال هؤلاء بخلق، إلا في حال أنهم يعني يصنعوا أجواء يعني تكون من غير نقود، من غير فلوس، يعني من غير أشياء زي هذه أعتقد. طيب زيد، يعني برأيك يعني ما هو الفارق بين هذا العيد خصوصا يعني للذين أجبروا على ترك مناطقهم، النازحين الذين يعني فقدوا مصدر دخلهم، خاصة يعني ونحن بالتأكيد لدينا أهل في اليمن وعلى تواصل بهم، أغلب شرائح المجتمع التي هي يعني تستلم رواتب هذا الشهر لم يستلموا بعد، يعني خلقت سنتي على الطلاب يعني ومأساة الطلاب، لكن يعني عدم يعني هناك نعرف أن هناك فئة فقيرة جدا، هناك فئة ربما التي تمتلك الراتب وضعها أفضل يعني من غيرها، ولكنها حرمت أيضا من الراتب قبل العيد الذي كنا نعلم أنه ربما كان يستلم صف الضباط والمعلمين، هناك إكرامية العيد، هناك كان يعني لديهم حافز آخر للعيد فقدوها الآن. طبعا عندما نتكلم عن اليمن نحن لا نتكلم عن بلد كان صاحب نمو اقتصادي كبير ثم أتت هذه الأوضاع، هذه هي المشكلة. يعني نحن نتكلم عن بلد كان يعاني من الفقر منذ عشرات السنين، لكن المأساة الحقيقية أن الآن الفقير ازداد فقر، والأسر التي كانت مستورة في السابق والمتوسطة الآن أصبحت تحت خط الفقر كذلك. مثلا النازحين عندما ينزح إلى مكان ينزح ومعه جزء يسير من المال، في فترة معينة بينتهي هذا المال، لم تلتفت لهم في خاصة في مناطق الحرب. يعني بعضهم تركوا منازلهم ليستأجروا منازل أخرى، يعني تحملوا تبعات الذي تركوا منازلهم أسوأ. بعضهم عاد ممكن بيأجرها، لكن كثيرة فجرت منازلهم أو احتلت من قبل الميليشيات. الذي ترك منزله عاد أقل شيء مطمئن أنه في يوم من الأيام أكيد لازم أن تنتهي هذه الحرب إن شاء الله بالنصر وسيعود إلى منزل، لكن هناك كثير شردوا من منازلهم وتم تفجيرها
أو تم بيعها بالسوق السوداء، قد رحت البيوت بتاع بالسوق السوداء في اليمن. فالبلد الآن أصبحت المعاناة بس مضاعفة على ما كنا في عهد علي عبد الله صالح المخلوع. طبيعي. الفقر أصبح بدل ما كان جزء بسيط من الشعب اليمني أو جزء كبير تحت خط الفقر، الآن أصبح الأغلبية تحت خط الفقر. فقط النافذين حق علي عبد الله صالح الذين سيطروا على الأموال في عهد علي عبد الله صالح هم الآن الذين يتحكمون بها في صنعاء. أما الشعب اليمني للأسف أما مشرد جائع أو ابن شهيد لا يستلم راتب أبوه أو ابن مسجون لا يستطيع حتى أن يرى والده في يوم العيد. يعني كما تابعنا في الفيسبوك هناك يعني الذين قاموا بزيارة أهاليهم المسجونين حرموهم من وجبة الغداء التي حملوها لهم، يعني أبسط فرحة للعيد حاولوا إشراك أهاليهم بها أو يعني أفراد عائلتهم المسجونين. ربما هناك بعض الأمهات شوية كعك شوية جعالة شوية كذا على أساس ابنها المعتقل أو المسجون يشعر بفرحة العيد، لكنها صدرت عليهم يعني أبسط الحقوق التي يفترض أن يمتلكها شخص تصادر. إذن دعونا أيضا نستضيف معنا عبر الهاتف حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية من تعز. مساء الخير حياة، وكل عام وأنت بخير. مرحبا، اهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناه بلقيس الفضائيه، كل عام وانتم بخير، كل عام والجمهوريه اليمنيه تتعافى من هذا المرض الوبائي الذي انتشر في كل ربوع الجمهوريه. كل عام واخوتنا المجاهدين المرابطين المقاومين في كل انحاء الجمهوريه في عزه ونصره وتمكين، كل عام وجرحانا الابطال في عافيه وسلام وشفاء، كل عام واسر الشهداء لجان الراس بخير وعافية وسلام، كل عام ونحن ماضون إلى طريق التحرير عما قريب. نعم، بعد هذه التهنئة حياة التي ربما تلمست أوجاع اليمنيين عامة، حدثينا عن العيد في تعز خاصة في الأحياء الفقيرة التي لم تستطع أن تعيش فرحة العيد كاملة. نعم، في حقيقة الأمر الوضع هنا في مدينة تعز وضع مأساوي وكارثي للغاية. نحن في مدينة كانت ولا زالت محاصرة منذ ما يزيد عن العام والنصف، مدينة يتوالى عليها القصف باستمرار من قبل ميليشيا صالح والحوثي بالأسلحة الثقيلة. كل يوم هذه المدينة تقدم الشهداء والجرحى، كل يوم هذه المدينة تتألم وتتوجع. نحن في هذه المدينة نفتقر إلى شربة ماء نظيفة. الوضع كذلك الإنساني هنا متدهور للغاية، 60% من سكان هذه المدينة لا يتعاطون سوى وجبة واحدة في اليوم. الفقر في مدينة تعز أصبح مدقعا، المحلات التجارية معظمها مغلقة بسبب أنها تعرضت لقذائف من ميليشيا صالح والحوثي، إضافة كذلك إلى الوضع الغير أمني في الآمن في مدينة تعز الذي كذلك لا يسمح بأن يقوم التجار بممارسة أعمالهم كما كان مسبقا، إضافة كذلك إلى أن المواد الإغاثية والطبية والدوائية لا تدخل إلى هذه المدينة، بل نحن نفتقر إلى دور المنظمات العالمية والإغاثية التي كانت تتغنى بما يسمى بحقوق الإنسان وبالإغاثة. كسر الحصار جزئيا عن مدينة تعز وصار المعبر الغربي مفتوح في هذه المدينة، ولم نرى لهذه المنظمات التي سقطت أقنعتها أي دور في التخفيف من هذه المعاناة، باستثناء إخوتنا الأعزاء من دول الخليج العربي وعلى رأسهم مركز الملك سلمان للإغاثة. أيضا كذلك ما نود أن نلفت الانتباه إليه بأن الوضع الصحي هنا كارثي للغاية، القمامات متكدسة في الشوارع، إضافة كذلك إلى انتشار الأوبئة والأمراض وعودة حمى الظنف مجددا بسبب نعم هذا هو موسمها ربما حياة. يعني هل أستطيع أن أفهم منك أن في كل عيد ربما يزداد الأمر سوءا خاصة على تعز، مدينة محاصرة من الغذاء والدواء والأشياء الأساسية؟ نعم، في حقيقة الأمر لولا صمود أبناء هذه المدينة في وجه هذا القبح الذي أتت به ميليشيا صالح والحوثي من كهوف مران ومن شمال الشمال،
لا كان معظم اهالي المدينه في وضع مزري للغايه. ما ينقذ الوضع هنا في مدينه تعز هو تدخل الجمعيات الخيريه، اضافه كذلك الى فاعلي الخير في كل انحاء العالم والذين يقومون بدعم هذه الجمعيات الخيريه والتي تحاول بقدر المستطاع ان تخفف من الجوع والفقر و المعاناة. نحن أقبلنا على العيد، العيد هنا في مدينة تعز أسرة، يعني معظم الأسر هنا في مدينة تعز بدون راتب. معظم العسكريين الذين كانوا ينتمون إلى السلك العسكري هنا قطعت رواتبهم بسبب أنهم انضموا إلى المقاومة الشعبية، والبعض لأنه التزم الحياد ولم يذهب للمقاتلة في صفوف ميليشيا صالح والحوثي، إضافة كذلك على أن العملة لم نستطيع توفيرها هنا في مدينة تعز مما يسبب معاناة. معظم المصارف هنا مغلقة، كذلك في مدينة تعز الأسعار مرتفعة للغاية. كان مؤلما اليوم جدا أن نرى طوابير من أبناء سكان هذه المدينة وهم يطوبرون في هذه الطوابير الطويلة لكي يحصلوا على ما يقارب الكيلو من اللحم. مؤلم ومؤلم جدا أن نرى هذه وضحت الصورة، يعني استطعتي حياة نعم والتي أهملتها الشرعية. نحن نعتب على الشرعية بدرجة أساسية، ونعتب على رئاسة الجمهورية، ونعتب كذلك على كل من يعنى بالأمر في مدينة تعز. لماذا هذا الخذلان هذه المدينة؟ لماذا لا تتحرك الدولة وتقوم بواجبات جاء السكان هنا في مدينة تعز؟ لماذا لا توفر السيولة؟ نعم، ونحن بدورنا حياة نوجه معك هذه الأسئلة. استطعت أن تقولي لنا جزء كبير من الصورة المظلمة في تعز. شكرا جزيلا لك حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذة رانيا، يعني تعقيبا على حديث الأستاذة حياة، ربما في تعز يزداد الوضع سوءا. تعز مدينة محاصرة منذ سنة ونصف، لا علاج، لا مواد أساسية تدخل، رواتب منقطعة كما تحدثت حياة، وربما سمعتي معنا إلى تفاصيل كثيرة من الألم الذي يعيشه المواطن في تعز. تعقيبك. أولا يعني تعز محاصرة، وذلك بسبب يعني أهميتها كما نعرف. يعني الناس في تعز يعني عايشين يعني على الشيء الأقل البسيط، يعني كما قالت يعني نعم وجبة واحدة، على الوجبة الواحدة في اليوم. يعني لدينا أقارب في تعز اللي نزحوا إلى القرى، وهنا كمان ما زال يعني في المدن. نعم، كل يوم على تواصل معهم، كيف أنتم، يعني كيف الحال، يحصل قصف، يحصل كذا، منتظرين فقط هل ستسقط القذيفة عليهم، هل سيكون دورهم، هل سيكون هذه اللحظات الأخيرة لهم. يعني طبعا عايشين زي ما يقولوا أرواحهم يعني على أيديهم، يمشون في الأرض أرواحهم على أيديهم، يعني لا علاج، والأطفال يعني منتشرة الأمراض بينهم بكثرة، حتى يعني أقل شيء يعني من الأطفال يعني أحيانا تحصل بينهم الأمراض البسيطة أو العدوى البسيطة، لا يجدون العلاج ولا يجدون الدكاترة، يعني الذين يعني قد يصرفون العلاج الصحيح. يعني منذ يومين سمعت أن يعني أخو صديقتي كان صرف له علاج يعني كان سيؤدي يعني إلى إنهاء حياته يعني بسبب يعني غلط بسيط. فأعتقد أنه هذه المشاكل أن بدأت تتفاقم، وكل واحد يعني خلاص ماشي في الحياة كأنه يعني هذا يوم آخر يوم في حياتي في هذه المدينة. يعني أسأل الله لهم العون. زيد، يعني حياة وجهت رسالة ربما أو لوم وعتب كبير للحكومة و للرئاسة التي هي برأي حياة يعني أهملت تعز كثيرا، لم تلتفت لجراح أبناء تعز ولا لمأساتهم. كيف يعني تعلق على هذه النقطة؟ تعز مدينة محاصرة، لكن الوضع الإنساني الذي في تعز لا يختلف عن الوضع الإنساني في مناطق المواجهات كلها. ما يختلف في تعز أننا نتكلم عن مدينة تكتظ بملايين من الساكنين، وهذا يجعل المأساة أكبر ويجعل الالتفات إليها أكثر. أما المأساة هي والعدم الاهتمام، هذه مأساة نعاني منها في كل الجبهات. هناك نازحين كذلك في مناطق المواجهات، في الجوف، في صرواح، في نه، هؤلاء لا أحد يلتفت لهم، حالهم حال أهلنا في تعز وأخواننا في تعز المقاومين. لكن كما قلت، ما يزيد الوضع مأساوية أن الكثافة السكانية لمدينة تعز تجعل التقصير اتجاه هذه المدينة يعني يلاحظه الجميع، كما نلاحظ جميعا أن تعز مدينة مخذولة،
تعز مدينة محاصرة، تعز مدينة لا يجدون فيها ما يأكلون ولا يشربون. لكن هذا الوضع ليس خاص بتعز، وإنما هو أستطيع أن أقول هو أكثر بحجم الكثافة السكانية الذي تمتلكها تعز. الحجم الكثافة أيضا والمدة، يعني سنة ونصف المدة. الحصار أكيد الحصار نعم. أكيد يلعب دور، لكن يعني التقصير موجود في كل الجبهات وفي كل المناطق. هناك تقصير، وهناك لا أدري هو تقصير، هل هو تقصير من الشرعية أم هو عجز؟ هذا ما ستثبته لنا الأيام القادمة من الشرعية بعد تحرير مناطق كثيرة، أن يثبتوا وجودهم وأن يسعوا إلى إيجاد الشيء البسيط للمواطن اليمني. المواطن اليمني الآن لا يطلب الدولة خلال الأسبوع ولا خلال شهر ولا خلال سنوات، الآن يطلب الشيء البسيط، يطلب مأكل ومشرب. حتى النداء لا يوجه لبناء دولة، يوجه إيجاد مواد غذائية، إيجاد مشروبات، إيجاد حاجات بسيطة هي من أساسيات العيش. إذا كان هذا كثير اسمح لي نعم أن يعني حول العيد وأجواء العيد، كان لبرنامج المساء اليمني عبر قناة بلقيس استطلاع عن اللحظات العيدية، نتابعه سويا ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء. في فترة العيد في إقبال على الحلوى، وما شاء الله هنا ما شاء الله عندنا في المنطقة هنا ما شاء الله في حضرموت يعني بشكل عام في المكلة هنا والبدو والرياف هذيلا ما شاء الله عليهم، يعني عندهم الحلوى شيء يعني من أساسيات العيد عندهم ما شاء الله. العيد الأول فرحة ومرح وضحك، تعز كان عادم صلاح، لكن هذا العيد ده ما قبلش. أصبح هذا العيد خاصة هذه الأيام أو هذا العام عيد القهر، عيد الموت، عيد القتل. لا يسمى عيد، وإنما أصبح يعني يوم من جيز الأيام، أو يعني كأي يوم من الأيام. الناس حالتهم متدهورة، الاقتصاد حالته تعبان. العيد في الأعوام السابقة كان عيد فرح، عيد بهجة، سرور، اجتماع الأسرة العائلة، كل يسافر إلى أهله، إما بهدايا بكسوته بجعالته بكبش العيد، تمام ولا لا؟ أما هذا العيد فمعظم الناس مشتتين، ناس هنا وناس هناك، سببها تعرفها ويعرفها الناس جميعا، الحرب، وما أدراك ما الحرب. والحمد لله خاصة محافظة مارب في هذا العيد، العيد عيدين، ويروح يصلي مع الناس العيد وزيارة الأقارب، يخرج الأطفال يعني الحدائق المنتزهات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. يعني لاحظت كيف انتبهتم لجعلة العيد وللهلوة الموجودة اللي ظهرت في بداية الصورة، حاجة نفتقدها جميعا في العيد. يكفينا مأساة، احنا مأساة البعد والغربة والحرمان من هذه الحاجات. لو انتقلنا للمأساة اللي يعني يعيشها اليمنيين، خاصة يعني كونكم الاثنين طلاب، طلاب يعيشوا مأساة حقيقية بانقطاع مستحقاتهم، على نبدأ من عند راني تحدثنا عن هذه النقطة. عدد من الطلاب في تركيا يعني نزلت أسماءهم من الكشوفات، وهناك تأخير في المستحقات وبعضهم ألغيت. مأساة حقيقية تخلق للطالب اليمني الذي يفترض أن يركز في دراسته، يركز في أشياء أهم من أن يبحث إيجار البيت، بقية الفلوس لكي يسدد هذا وهذا. تفضل. في طبيعة الحال اليمني مطارد أينما هو، يعني مطارد من الحكومة، من جهات رسمية. الطالب يعني بحكم يعني غربته لما يجي يغترب وكذا علشان يعني يدرس ويأمن مستقبله، فلما الدولة تيجي تقطع المصروف تبعه أو الراتب الشهري، هذا تعتبر مأساة. في بعض الطلاب اللي قدروا يعني يحلوا هذه المشكلة بإيجاد فرص عمل لهم. في بعض الطلاب مش قادرين يوجدوا فرص عمل، قليل في النهاية. نعم، في بعض الطلاب مش قادرين يوجدوا فرص عمل، إما يعني هم إنهم يتكلوا على أهاليهم وأسرهم في الداخل ويزيدهم عيب نعم، وإما يجلسوا مكتوف الأيدي ويناشدوا ويطالبوا يعني بصرف مستحقاتهم. الكثير من الطلاب هنا في تركيا يعني نزلت أسمائهم في الكشوفات، هناك من رفع تظلم، وهناك من عمل وقفات احتجاجية في أنقرة، وهناك من هل أدت إلى شيء هذه؟ لا، إلى الآن لم تؤدي إلى شيء. يعني يقولون سيدرسون الموضوع، يعني هم في دراسة الموضوع ويعملون على إيجاد حلول لهذا الموضوع، لكن إلى الآن لم يحصلون على شيء. يعني
المعيب أستاذ زيد يعني أن تكون هذه المستحقات تصرف من قبل الميليشيا التي هي الآن عاجزة عن دفع الرواتب، بطبيعة الحال ستعجز عن دفع مثل هذه المستحقات والحكومة تتفرج حتى آخر نفس، يعني أين دور الحكومة في هذه النقطة؟ طلابنا مشردون في الجامعات، جامعة دول العالم، ليس فقط يعني تحدثنا نحن عن يعني عدد مهول من المبتعثين ما بين بكالوريوس ماجستير دكتوراه، يعني لما لا يوجد حلول بديلة؟ لا تستطيع الدولة إيجاد حلول بديلة لهؤلاء الطلاب؟ يعني أنت تتحدث نحن لن نطالب ببناء دولة من جديد، نحن نطالب بكفاف العيش يعني لهؤلاء الطلاب. كفاف العيش على المستوى الداخلي والخارجي. نعم. للأسف أن الكثير من المسؤولين لا يدركوا ما معنى طالب. طالب ليس مجرد طالب، الطالب هو المستقبل. صحيح. وعندما تحارب الطالب في دراسته تحارب المستقبل، مستقبل اليمن القادم. فإذا الحاضر مدمر ومن دمر الحاضر يدمر مستقبل الشباب، فهذه كارثة، هذه كارثة لا أعتقد أنهم يستشعرون حجمها، وإلا لما تساهلوا وما تخاذلوا عن وقصروا مع الطلاب في الخارج. البعض الكثير يتكلم عن أنه الطلاب الذين في الخارج وضعهم كويس، اللي في الداخل أحق بالفلوس. الوضع في الداخل اعتقد انه اهون من الوضع في الخارج. عندك بيت، عندك خالك بيعمل لك، عندك يعني في يعني بيت اهل في قريه ممكن ترجع لها، عاد عندك تكافل اجتماعي. اما الطالب لا يوجد لديه الا محكمه ترسل له المخالفات، شرطه، وكل البريد في المانيا مثلا بلد لا يرحم، المخالفات في المانيا لا ترحم، ولا يقدر وضعك انك طالب والله تاخر الصرف او تقدم الصرف، هذا لا يخصهم، وفي كل البلدان يعني ولا يعنيهم كذلك. في نهايه الامر ولا يعنيهم. فالتقصير للاسف هو من الطرفين، من صنعاء ومن الشرعيه، والا فحل الطلاب لا اعتقد ان صرفه الطلاب في الخارج بشكل عام في كل الدول تستغرق ما تستغرقه جبهه من الجبهات، من جبهات القتال. لكن للأسف أن التخاذل هذا ليس جديد، من قبل كان الطلاب كذلك يعانون. صح أنه قضية الإنزال أصبحت الآن بشكل أكثر، أنه مش توفروا أكثر، لكن قبل كذلك كانت تتأخر المستحقات المالية، تتأخر شهور. التأخير هذا يضر، حتى لو صرفت بعد أن تأتي متأخرة تأتي هذه مخالفات، هذه الأموال التي صرفت تأتي مخالفات للجهات الحكومية، للمصالح التي بينك وبينها عقود، تلفونات، إيجارات، تأمينات صحية. خاصة نحن لا نعيش في بلد مثل اليمن، عندنا أنت مجبر تدفع واحد زاد واحد، أيوة يعني ما في بلد مجبر تدفع التأمين. حاجات هذه أساسية لازم تدفعها، سكن، تأمين صحي، صرفة الجامعة، التلفون، المدري، يعني حاجات كثيرة. إذا تأخر كل شيء منها باليوم الواحد، لو رسلوا المخالفة اليوم وغدا حولت لهم الفلوس، فتكون المخالفة لازم تدفعها، وهم يأخرون أشهر، لا يأخرون يوم ولا يومين ولا أسبوع، أصبحنا نتأقلم مع الأسبوع الأسبوعين والشهر حتى. لكن الآن مثلا أمس تصرف المستحقات، المفترض كانت تصرف من قبل شهرين ونص، لكن للأسف التقصير. وهي أصلا هي شهرية، يعني ليست شهرية، هي فصلية ربيع. يعني هذه يعني على أقل الطالب يكيف نفسه على 3 أشهر، يجد أنه مضطر أن يكيف نفسه على 6-7 أشهر. يعني ثم أني لا أجد أي مبرر أصلا لتأخير المنح، لأنه إذا كنت أصلا ستؤخرها، لماذا لا تبدأ الإجراءات مبكرا وتصرف المنح في وقتها؟ يعني إذا كنت بتصرف في كل الأحوال بتصرف أنت المال. لكن هل تتوقع يعني أنت قلت لي أنها صرفت بالأمس تقريبا المنح في ولكن هناك أيضا طلاب حذفت أسمائهم، هل حصل عندكم نفس الشيء؟ نفس ما حصلت في أسماء أنزلت بدون وجه حق، وطلاب الآن معتصمين في السفارة اليمنية في برلين وهم يشاهدون البرنامج هذا، يطالبون بإرجاع أساميهم، يطالبون بتسليم منح شباب وصلوا من اليمن جدد. لا نقول أنه هناك بعض الشباب عليهم خلاف أنه قد تأخر في دراسته أو شيء، لكن هناك طلاب وصلوا مستجدين في هذه البلاد لم تصرف منحهم. نعم. والطالب عندما يصل جديد هذا يعاني معاناة أمر من الطلاب الذين في الجامعات أو في غيرها. أعتقد أن الوضع في تركيا لا يختلف عن الوضع عندنا. طبيعي. الطالب الجديد يصل لا يستطيع الشغل، يعني يشتغل، لا يستطيع، لا ليس لديه معارف كثير لو احتاج او شيء،
يعني اصلا بيتعلم لغه جديده، عدوا على محيط جديد، على عالم جديد، يعني كل شيء بالنسبه له. يعني وبعض التخصصات اصلا لا تتيح للطالب فرصه العمل، يعني في تخصصات فيها ترجمه، فيها طب، فيها اشياء يعني فيها صعوبه. قبل ان يعني نعود لهذا الحديث، نعود الى الوطن ونطلع على الاحداث هناك. معنا انتصار العلوي رئيس تحالف كلنا امن عدن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير استاذ انتصار. مساء النور وكل عام وانتم بخير، واضحى مبارك على الجميع. علينا وعليك ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين وابناء عدن جميعا واليمن بشكل عام بالف خير. استاذه انتصار، حدثينا عن اجواء العيد في عدن بدايه. افضل صراحه ان احنا نبدا بالطقس، الطقس الحار مع انعدام الكهرباء. نعم. أفقدنا بصراحة حلاوة العيد والجمعات المعتادة داخل عدن، لأنه صرنا فعلا يعني لا نطيق الجلوس يعني مع انقطاع التيار الكهربائي بساعات طويلة. الوضع يعني مع الأسف يعني نحاول جاهدين أن نكون سعداء، لأنه هذه المراسم مراسم أعياد يعني تأتي كل عام ننتظرها بشغف، يعني خاصة الأضحى المبارك. لكن مع الأسف يعني الوضع الاجتماعي والخدمي ولا حتى يعني صرف المعاشات سيء جدا. أنا أعتقد أن معظم أبناء عدن يعني لم يعني يذوقوا طعم العيد بالشكل المألوف أو المعتاد عليهم، لأنه فعلا يعني يفتقدون أبسط الاحتياجات اللي اعتادوا عليها في السنوات السابقة. يعني هذه الاحتياجات التي تتحدثي عنها أستاذة انتصار بطبيعة الحال هي تسرق بهجة المواطن اليمني، خاصة في المناطق الحارة التي أحدثتنا عنها، عدن والحديدة والمكلا وكثير من المناطق التي تعاني انعدام الكهرباء. ولكن أيضا المستوى الاقتصادي السيء أستاذة انتصار، والوضع الأمني كذلك، كيف يمكن للفرحة وأنتم يعني رئيس التحالف كلنا أمن عدن أن تحدثين عن هذه النقطة؟ يعني إن صدقت الأقوال يعني نستمع أن هناك حتى على مستوى البحر ملاذ أبناء عدن لا يستطيعون الذهاب إلى هناك، خوف الألغام، خوف الاختطافات. هل فعلا يعني الأجواء بها قلق إلى هذا الحد؟ لا بالحقيقة لا، نحن في عدن يعني بكل صراحة يعني بأقل من كيلو يعني نعرف أنه في انفجار في منطقة معينة، في أقل من ربع ساعة 20 دقيقة يرجع الوضع لما هو عليه، لأنه فعلا وصلنا لمرحلة يعني اللي رأته عدن وكثير من المناطق التي يعني تعرضت للحرب الظالمة من الحوثيين وعفاش، يعني وصلوا لمرحلة أنه خلاص أصبح الموت هذا شيء يعني يتوقعه بأي لحظة. في قلق أمني، والأمن يعني لنكون صادقين يعني أن القائمين على السلطة في عدن يبذلوا كل الجهد، ولكن يعني نعرف والكل يعرف أنه في مخططات أكبر من هذه الجهود يعني تمارس على عدن، من الاغتيالات اللي أصبحت غير مبررة ولا تفرق حتى بين العسكر والمدنيين، أو لكن الناس في عدن يخرجوا بشكل طبيعي، البحر مليء مكتظ، صار عندهم بالنسبة لهم الانفجار أهون بكثير من انقطاع الكهرباء والخنقة داخل المنازل. في خوف لكن لا زالت الرغبة بالحياة أكبر. يعني بطبيعة الحال هذا هو يعني ديدن اليمني أينما ذهب. شكرا جزيلا لك انتصار العلوي. نعم، رئيس التحالف كلنا أمن عدن كنت معي عبر الهاتف من هناك. يعني قبل أن نعود لمأساة الطلاب، تحدثت الأستاذة انتصار عن انقطاع الكهرباء ربما، وهذه نقطة يعاني منها أبناء المناطق الحارة. يعني في كل منطقة إن أتينا للحديث نجد أن هناك شيء ينقص هذه البلاد، عدن، الحديدة، فقر وانقطاع للكهرباء شديد، تعز محاصرة، جبهات القتال في نهم والجوف والضالع، صنعاء ليلة العيد يحدث قصف وقتل المدنيين من قبل غارات التحالف. يعني كل هذه المآسي في كل منطقة وجد اليمني سبب للوجع لكي يعيشه. الشعب اليمني صامد، يعني مهما صار مهما حصل صامد، ويحاول يخلق أجواء عيدية أو أجواء يعني طبيعية له في تحت أي ظرف من الظروف. بالنسبة لإخواننا في عدن يعني رغم الظروف ورغم الانفجارات اللي تحصل والكهرباء يعني ما فيش وكذا، لكن عايشين حياتهم.
كما قالت هناك رغبة بالحياة أكبر. عايشين حياتهم، الناس عايشين طبيعي، يطلعوا يخرجوا، الناس يسافروا لعدن، يدخلوا لعدن. فين رايحين؟ رايحين عدن نتمشين، عايشين في عدن، يعني الحياة طبيعية، الحياة مستمرة مهما كان مهما صار. أعتقد أنه الشعب مكافح، يعني وصل يعني لمرحلة في ظل كل هذا الموت يعني المحاصر لهم في كل مكان، ولكن مكافح. يعني هناك كفاح وصبر هناك كبير، هناك بصيص أمل. نعم زيد، تحب تعلق أو نرجع للطلاب؟ عادي يعني على ما تحب أنت، لكن أنا أشوف أنه الشعب اليمني نعم قوي على الانكسار ويكابر، لكن هذا لا يلغي أننا نتألم جميعا على الوضع الذي وصلت إلى اليمن. إذا كنا نحن فقط من خلال المشاهدة نتألم لما نراه، فكيف بمن يعاني من هذا الألم؟ صحيح، الألم موجود في الشعب اليمني من أقصى إلى ربما وصلوا إلى مرحلة ضيق، يعني هذا ما كنت أشتري أقول، ضائقة الحال، أنه يعني كثير من أهلنا يقولوا وصلوا لمرحلة تبلد، يعني مع سوء الوضع أصبحوا مع سوء الوضع وازدياد الوضع سوء، بيصبح الواحد بيتمنى اللي كان أمس، بيحس أنه فرح لو رجع له، رغم أنه وضع أنا حتى أعتبر أنا قبل وضع مأساوي وضع اليمن. ربما هذا ما أريد له أن نتحمد على الماضي، يعني هي هذه النقطة التي أرواح اليمنيين أعظم من المأساة. نعم، أرواح اليمنيين أعظم من المأساة، ولو عاش هذه المأساة شعب غير الشعب اليمني. نعم، يعني ما تحمل. ونتخيل كم يعني يحتاج إلى تطبيب نفسي بعد كل هذا، يعني أن يصل الإنسان إلى مرحلة تبلد من الألم ليست بالمسألة السهلة. بالنسبة للطلاب زيد، ما الذي تنون القيام به؟ يعني ربما هناك وقفات احتجاجية، هل نستطيع أن يعني نغير جهة المطالبة أو النداء إلى الحكومة أن تلتفت لهؤلاء الطلاب؟ طبعا عندما نتكلم عن الطلاب في الخارج نتكلم عن عقود بين الطلاب وبين وزارة التعليم العالي. نعم، في العقد مثلا، وهذا ربما كلام لم يقال من قبل، أن مثلا في بلدنا، لا أعرف البلدان الثانية، أن الطالب يستلم مبلغ معين يكتب في الورقة، لكن في الحقيقة لا يستلم هذا المبلغ، وهذه ثغرة لو فتحت على السفارة، عفوا، أن توقع على أن توقع أنك تستلم مثلا 700 يورو في الشهر، لكن الوزارة لأنه الفيزا لا تعطى لك إذا كنت تستلم أقل من 700 يورو. المشكلة أنهم عارفين أن الطالب ما يمكن يعيش أقل من 700 يورو، لكن ربما أعتقد ليس في كل البلدان. لا أعرف، أنا قلت لك هذه ممكن وضعية خاصة، هذه تركيا هكذا نفس الفكرة؟ أعتقد لا، أعتقد لا، أي لأنه أنا أخي أيضا أحد الطلاب في تركيا، ويصح يعني وضع طبيعي، لكن هذا ربما على الفيزا. أيوة، هو بسبب الفيزا طبعا، بس هذه ثغرة ممكن يمسكها الطلاب على الحكومة. أنا موقع معك على مبلغ، أيوة، أنا ممكن أصير أسحب، كنت حق البنك حقي كامل حق السنين اللي مضت، انا طبعا المنحة مقطعة من 3 سنوات، لكن اي طالب ممكن يسحب كنتو ويروح شارع منه، انا موقع عقد هذه الورقة، انا استلم 700 يورو اللي توصل لي الان، بتوصل 600 يورو تقريبا او 500، قبل كانت توصل 400 الى 380 يورو. طيب يعني تحديدا في اقل من دقيقه زيد، ما الذي تنون القيام به؟ طبعا الطلاب الان يضغطون على السفاره، السفاره تتعامل مع من تشاء، مع صنعاء او مع الحكومه، نحن نتكلم مع سفاره هي تمثل اليمن في هذا البلد او في تركيا او في اي مكان، الطلاب يعتصمون في السفارات ومواصلين في الاعتصام حتى يستجاب لمطالبهم وتسوى، وطبعا هي مطالب مشروعه، الطلاب الذين يعني غير مستحقين او الذين انزلوا بعذر، هؤلاء اكيد لن يستطيع احد اصلا، ليس لك وجه ان تجهر عليهم، لكن الطلاب المستحقين من غير الانصاف ان ان ان, أن تفضل الاعتصام دون ان يستجاب لهم، هم مثلهم مثل بقية الطلاب، يجب أن يستجاب لهذه المطالب. نعم، وأعتقد أنه رغم صرف المنح أمس لم يخرج الطلاب من السفارة معتصمين مواصلين الاعتصام حتى تستجاب لجميع المطالب، وهناك أكيد تصعيد لدى الطلاب سيقومون به إذا لم تستجاب المطالب. نعم، بالنسبة لهنا، بالنسبة للطلاب هنا في رانيا، تركيا قاموا بوقفات احتجاجية أمام السفارة وهم مستمرين فيها، يعني وحتى يعني هناك تواصل، يعني نعم هناك تواصل من الطلاب شخصيا أنهم على ممثلين في السفارة، إنه يعني نحن أرسلنا أوراقنا، نحن قمنا بالمتابعة، نحن فهناك يعني أعذار إنه في أوراق ناقصة للطلاب الذين تم إيقافهم، يعني فهم
في الطلاب اللي قالوا عليهم انهم موقوفين بسبب اوراق ناقصه قاموا بتابعه هذا الموضوع، فهناك متابعه ومن الاتحادات ومن الاتحاد العام يعني بشكل كما قال استاذ زيد انتم مستقبل اليمن يفترض الا تسكتوا على حقوقكم صحيح. من الان يعني هذا هناك متابعات ان شاء الله خير. اذا شكرا جزيلا لك دانيا طاهر، يبدو لي كنت اخطئ في اسمك واقول رانيا المعذره، دانيا طاهر مسؤوله الطلبه بتحدي الطلاب في تركيا. شكرا لك زيد الشريف الناشط السياسي كنتم معي في المساء اليمني، يكون سلام وانتم طيبين مرة أخرى وأهلكم جميعا وكل من تحبون. أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى، أسأل الله السلامة لكل مناطق اليمن، البلدان المدن المحاصرة، المدن التي فيها مواجهات، المدن التي منقطع فيها الكهرباء، المدن التي تعيش تحت قصف غارات التحالف، كل يمني يشعر بالمأساة، الله أن تفرج عليه هذه المأساة. كل عام وأنتم بخير مجددا، إلى أن نلتقيكم في حلقة عدية مقبلة من المساء اليمني، كونوا برعاية الله وأمنه.